التطور الكبير الجزء الرابع والعشرين، والنهاردة هناخد الجزء الثاني من الرد على ادعاء تشابه الأعضاء كدليل على التطور. درسنا الموضوع ده الأسبوع اللي فات. مرة تانية الناس اللي ممكن تكون داخلة معانا جديد، وكل أسبوع بنلاقي بعض الناس لسه داخلة جديد تستغرب ليه إحنا قلبنا فجأة من المسيحيات لحاجات علمية. الحقيقة اتفقنا من سنتين وشوية، قرب السنتين دلوقتي، على أو أكتر من سنتين دلوقتي، على أن احنا هنقدم جزء في الرد على الإلحاد اللي بيهاجم المسيحيين، اللي بيقول الكتاب المقدس خطأ إن هو تكلم عن الخلق، فبيقولوا لأ الكائنات ما جاتش بالخلق زي ما ذكر الكتاب المقدس، دي أتت بالتطور، والعلم أثبت، والعلم عمل، والعلم 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 زي ما بيقول. الحقيقة ده غير صحيح، لأنه طول عمرهم العلوم والمعرفة تتفق مع الكتاب المقدس إن لم تكن تنبع منه. ولكن جه في فترة من الفترات الملحدين اللي كانوا يتمنوا يدعوا أن لا يوجد إله خالق كانوا دايماً بيواجهوا بسؤال خطير مدمر للعقيدة اللي بيحاولوا ينشروها، وهي إن ما كانش في إله خالق من أين أتت الخلائق؟ جت من فين الكائنات لو ما كانش في إله خالقها؟ ما كانوش بيعرفوا يرد على السؤال ده، عشان كده الأفكار الفلسفية الإلحادية ما كانتش بتنتشر. لغاية في زمن الثورات اللي كانوا عايزين يخلصوا من سلطة الكتاب المقدس، وظهرت فرضية تسمى فرضية التطور، إن الكائنات أتت ليس لم تأتي بالخلق ولكن أتت بالتطور من جد مشترك، فرحوا بيها الملحدين وتمسكوا بيها بشدة ودافعوا عنها، عشان أخيرا بتجاوب لهم على السؤال اللي فشلوا فيه الإجابة عليه لفترات طويلة، وهي من فين أتت الكائنات لو ما كانتش أتت بالخلق؟ فقالوا أتت بالتطور. فلولا التطور الفكر الإلحادي فاشل تماما، ودايما يوصف بالغباء بالجهل، قال الجاهل في قلبه لا إله، يعني إزاي قدامه كل الكائنات دي ويرجع يقول ما فيش إله خلق. أيضا الوجه العملة الآخر، فرضية التطور في حد ذاتها هي ليست علمية. ليه؟ هي غير ملاحظة، غير مختبرة، غير متكررة، كويس؟ لكن للأسف لولا ما طلعت في وقت كان يحتاجها الملحدين، فهي كانت فرضية زيها زي أي فرضية لا ينطبق عليها المقاييس العلمية، كان هي كتب لها الفشل. لكن ظهرت في وقت مناسب ليهم فتمسكوا بيها ودفعوا عنها ومنعوها أن هي تفشل، وتعظمت جدا، وحتى أصبحت ما تسمى بالعلوم الجبارة حاليا، اللي تسمى بعلوم التطور، اللي وصلت للتعليم، وللأسف بالإجبار أصبحت ليس في التعليم العام بس، بل دخلت حتى تصبح في التعليم الكنسي في بعض المدارس الكاثوليكية كمان. أيوة، وده للدرجة دي خدعة الشيطان في التطور وصلت لهذا المستوى، وأصبح حاليا كتير من الشباب بيتخدعوا بيها، ونسبة مرتفعة من الشباب بسببها بيلحدوا تحت شعار العلم أثبت إن الأديان خرافات، العلم أثبت إن الكلام اللي قاله سفر التكوين خطأ، ولا يوجد حاجة لإله خالق. اتكلمنا في الأول في الجزء الأولاني مقدمة تاريخية على توقيت ظهور هذه الفرضية، وإيه اللي حصل فيها، وليه انتشرت في هذا الزمان بالذات. الجزء الثاني اتكلمنا على حاجة مهمة، التطور يحتاج وقت طويل جدا. هي إيه؟ علشان يتم فيه التطور من الكائن الأول البسيط الذي ينقسم ذاتيا الفيرست سيلف ريبليكيتنج أورجانيزم أور موليكيول لغاية ما يوصل للإنسان وغيره من الأجناس. هل الوقت المزعوم ده ليه وجود؟ اتكلمنا على مقاييس ضخمة علمية كلها ينطبق عليها مقاييس العلم، ملاحظة، مختبرة، متكررة، محسوبة، وكلها أثبتت أن الوقت المزعوم للتطور ده ليس له وجود. طيب في الجزء الثالث الملحدين بيقدموا أدلة يستشهدوا بيها على قدم العمر. درسنا الموضوع ده مع بعض بالتفصيل، وعرفنا الفرضيات الكثيرة اللي موجودة في هذه المقاييس اللي توضح خطأها. وكمان لما شلنا هذه الفرضيات لقينا هذه المقاييس في الحقيقة تشهد على قصر العمر، وتشهد على ما قاله الكتاب المقدس من أعمار. الجزء الرابع، طيب بيقولوا الكائنات كلها أتت بالتطور من جد مشترك. طيب مين هو الجد المشترك وجي من فين؟ السؤال اللي ملهوش إجابة حتى الآن. ودرسنا مع بعض ما تسمى بفرضية البريموديال سوب،
أو الفرضية الشوربة العضوية اللي اتكونت لوحدها وكونت مواد عضوية اتجمعت مع بعض وظهر منها أول كائن ينقسم ذاتين. وعرفنا إن الكلام ده كله خرافات في خرافات، وليس له أي دليل علمي ولا ينطبق جملة وتفصيلا مع علم البايوكيمستري على الإطلاق. يا أستاذ يا شاكر، لو حضرتك ما بطلتش اللي بتعمله على التكست من تشتيت للناس عن عمد وشغال تنزل أسئلة مختلفة عشان تشغل الناس عنك، سامحني للأسف هطلب من إدارة الروم منعك. عايز تسأل في فترة الأسئلة أنا خدامك، ارفع إيدك وفي فترة الأسئلة اسأل ما تشاء، لكن هتنتهز إن أنا بتكلم وتشتت الناس على في التكست؟ لا، مش هنسمح لك، لأن أنا محبش الناس تتشتت وحد بيتكلم. واضح؟ جميل، ارفع ايدك وهتاخد المايك في فترة الأسئلة، ايه رأيك؟ وانا هديك كمان استثناء لكل الناس اللي رافعين ايديهم، اول ما تبدأ فترة الأسئلة هديك المايك اول واحد. لكن لو كتبت سؤال تاني على التكست دلوقتي انت عارف هيحصل ايه. طيب شكرا، وردة ليك يا استاذ شاكر. ارجع مرة تانية للموضوع ده. فدرسنا مع بعض، طيب بيدعوا ان الكائنات كلها اتت بالتطور من جد مشترك، مين الجد ده وجد جه ازاي؟ وعرفنا أسطورة الشوربة العضوية اللي بيدعوها أن ده لا يتفق على الإطلاق، والأدلة العلمية الكثيرة ضدها جملة وتفصيلا وتؤكد الخلق. درسنا في الجزء الخامس، طيب هل الطبقات الرسوبية اللي بيدعوا أن الطبقة تكونت في حقبة وحفظت الحفريات أثناء رحلة التطور للكائنات اللي كانت عايشة في الحقبة دي، هل الكلام ده صحيح؟ ولا الطبقات الرسوبية تشهد على كارثة وحدة عملاقة في سنة كونت الطبقات الرسوبية دي ودفنت حفريات الكائنات بطريقة مختلطة؟ وعرفنا أن علم الجيولوجيا والطبقات الرسوبية تؤكد على أن الأجناس خلقت معا وعاشت معا ودفنت بكارثة واحدة مائية عملاقة كونت الطبقات الرسوبية وكونت فيها هذه الحفريات المختلطة. وقدمت في هذا الموضوع كم من الأدلة والمراجع ضخمة. بدأنا في القسم السادس واتكلمنا على التطور الكبير، نظرية داروين. اتكلمنا الأول على الانتخاب الطبيعي، هل الانتخاب الطبيعي يقود التطور أم الانتخاب الطبيعي يحافظ على سلامة الأنواع؟ وعرفنا الانتخاب الطبيعي عامل مهم جدا للحفاظ على سلامة الأنواع وإزالة المعيوب اللي حصل له طفرة، يعني الانتخاب الطبيعي ضد التطور مش آلية ليه. اتكلمنا بعد كده على الطفرات، هل الطفرات تقود للتطور أم التدهور؟ وتأكدنا بأدلة علمية ضخمة أن الطفرات تقود للتدهور وليس للتطور في شيء، والانتخاب الطبيعي يعمل على إزالة هذه الطفرات والكائنات المعيوبة. بعد كده ابتدينا نتكلم في شوية حاجات تانية، والمرة اللي فاتت اتكلمنا على تشابه الأعضاء زي العظام الخماسية لليد، قالوا بصوا أهو العظام الخماسية اللي موجودة في يد الإنسان تشبه يد الكلب، تشبه يد الحوت، تشبه يد الخفاش، يبقى كلهم جم بالتطور من جد مشترك طالما متشابهين في هذا التركيب العظمي. لا، الموضوع مش كده على الإطلاق، ما هو احتمال اتنين، يا إما متشابهين لأنهم أتوا بالتطور من جد مشترك، يا إما متشابهين لأنهم أتوا بالتطور، يا إما أتوا كلهم من مصمم مشترك يعني خالق مشترك، وفي فرق كبير ما بين الاثنين. معايا؟ حبينا ندرس الموضوع ده مع بعض وابتديناه ولقينا لو كانوا مفروض ان هم اتوا بالتطور من جد مشترك يكونوا مش بس متشابهين في العظام دي، يكونوا متشابهين في كل حاجة تانية تقريبا لانهم جايين من جد مشترك، مش بس ادوبك في خمس عظام، الحاجة التانية يكونوا جايين من جينات واحدة، ما هم جم بالتطور من جد مشترك فتكون جيناتهم واحدة، الجينات اللي تكون هذه الأعضاء. ثلاثة، يكونوا بينموا بنفس الطريقة من نفس الأنسجة في الجنين، ما لهمش بينموا من أنسجة مختلفة أو بينموا بطرق مختلفة في الجنين لأنهم جايين من جد مشترك. الكلام ده كله لقيناه غلط. لقينا أنه الأعضاء اللي بيدعوا فيها تشابه هي تأتي من جينات مختلفة تماما، تنفي تماما ادعاء ان هم اتوا من جد مشترك، وتشهد على خطأ هذا الامر، وتشهد على صحة ان هم متشابهين كشهادة على المصمم الكومن ديزاينر الخالق علميا. وعرفنا ايضا ان هم بيأتوا من اماكن مختلفة من انسجة الجنين،
أيضا تشهد على خطأ ادعاء إن هم أتوا بالتطور، وتشهد على صحة إن هم أتوا من مصمم واحد خالق واحد. أيضا عرفنا أن أسلوب تكوينهم مختلف معايا. فبعد ما عرفنا الكلام ده في الأسبوع اللي فات، وجبت كتير من أقوال العلماء وشرحوهم في هذا الأمر بكثير في النقطة دي، عرفنا أنه عظام الطرف الأمامي هو ليس بدليل على التطور، بل هو دليل ضده بسبب اختلاف الجينات واختلاف المصدر في أنسجة الجنين واختلاف تكوين أو أسلوب تكوينه في أثناء مراحل نمو الجنين وغيرها. وهو اتضح أنه هو دليل علمي قوي على خطأ التطور، وهو دليل علمي قوي على المصمم المشترك. الناس اللي تفضل تقول لك اثبتوا وجود الله، ميام العلم أثبت وجود ربنا للي يسمع وللي يفكر. أكمل في الموضوع ده وأضيف بعض الأشياء الأخرى بالإضافة لكل اللي قلته المرة اللي فاتت، وأطرح سؤال. طيب الكائنات اللي ليها تركيب عظمي واحد لليد، زي ما قالوا الإنسان والقطة والحوت والخفاش، إزاي نلاقي فيها هذا الكم الضخم من الاختلافات في أشياء كثيرة؟ لو ادعينا إن هم دليل إن هم جم من جد مشترك لأنهم متشابهين في تركيب اليد، طب كويس، طب وماذا عن الاختلافات الكثيرة؟ إزاي يكونوا جايين من جد مشترك وهم مختلفين في كل حاجة تانية تقريبا؟ الخفاش اللي استخدم فيه مثال تشابه عظام الطرف الأمامي يختلف عن الكائنات اللي دعوا ان هي متشابهة في حاجات كتيرة جدا، يختلف في اسلوب الرؤية بتاعته، في سمعه والجهاز السمعي المعقد اللي فيه، حجم عضلاته تركيبها واشكالها، تركيب جمجمته، اسلوب طيرانه، واشياء كثيرة جدا جدا يختلف عن الحصان والحوت والانسان والقطة والكلب والكلام ده كله. من الثدييات اللي بيدعوا ان هم يبقى كلهم جم من جد مشترك. فليه اركز على تشابه عظام طرف امامي رغم ان كل الاجناس دي محتاجه هذا التركيب بهذه الطريقه علشان يتمم الوظيفه المطلوبه منه في الحركه، واسيب الالاف الضخم اللي ينفي اي تطور من جد مشترك على الاطلاق؟ ليه الكلب مكياليه؟ ليه لقيت حاجه واحده متشابهه قلت اه ده دليل ان هم جم من جد مشترك؟ طب الحاجات المختلفه الكثيره ما تكلمتش عنها ليه؟ ممكن أعرف؟ طيب لو قبلنا أن التشابه هو قاعدة يشهد على التطور من جد مشترك، أليس من العدل أن يكون الاختلاف قاعدة تنفي أن هم تطوروا من جد مشترك؟ ولا إيه رأيكم بنفس المقياس؟ لو حطيت قاعدة ان اي تشابه يشهد ان هم جم من جد مشترك، مش برضو تبقى القاعدة تقول ان اي اختلاف يشهد ان هم مجوش من جد مشترك؟ ده العدل. طيب ليه بيتكلموا على 1% تشابه وبيسيبوا بقية الاختلافات؟ وده تساءل كتير من العلماء. واحد زي وايسونج يقول لو قانون التشابه ممكن يستخدم لإظهار علاقات التطور، إذن الاختلافات ممكن تستخدم لإظهار عدم وجود علاقة. أوبا، ده مش كلام أنا، ده كلام العلماء أهو. لو law of similarity يستخدم لإظهار evolutionary relationships، إذن dissimilarity الاختلاف يوضح أن مفيش علاقة تطورية. أوبا، آدي نص كلامه وآدي المرجع اللي يحب يتأكد من اللي أنا قلته لحضراتكم. هما يتكلموا عن نسبة قليلة جدا من التشابهات عشان يدعوا بيها التطور، ويتركوا نسبة ضخمة من الاختلافات التي تنفي التطور جملة وتفصيلا. ليه ما بتلاقوش في كتب التعليم الأمثلة على الاختلافات؟ ليه بتلاقوا أمثلة على التشابهات بس؟ ولا هي دي بس اللي تنفعهم عشان يثبتوا عقيدتهم التطورية؟ نفس اللي قلت عن الجينات، لو تفتكروا ان الجينات مختلفة ازاي يكونوا جم بالتطور من جد مشترك وجيناتهم مختلفة؟ نلاقي في نفس الموضوع مش بس الايد، الجينات اللي تنتج عضو في الانسان بتختلف عن الجينات اللي تنتج عضو في القرد، يبقى ازاي الجم الاثنين من جد مشترك؟
إزاي؟ مش هتكلم على اختلاف التركيبات الكيميائية الحيوية الضخمة. مين حضر معانا من 3 أو 4 أسابيع فاتت لما اتكلمت على التركيبات الكيميائية زي الهيموجلوبين وزي السيتوكروم وغيرها من التركيبات الكيميائية وتركيب اللبن وتركيب الفصائل الدم وغيرها وغيرها وغيرها؟ ولو مشينا على قاعدة التشابه، طلع الإنسان مرة أصله سمكة ومرة أصله عشب نباتي ومرة حاجات أصله صرصار وحاجات ليها العجب. فاكرين ولا مش فاكرين؟ ليه ما بيتكلموش على اختلاف التركيبات الكيماوية ولا حتى بيشيروا إليها ولا من بعيد؟ ليه؟ ليه في كتب التعليم اللي بتدرس للأطفال في إعدادي وثانوي وجامعة وحتى في الماجستير ما بيتقالش الكلام ده؟ ليه؟ لأن ده مش مناسب العقيدة بتاعتهم. فالهومولوجي أو تشابه الأعضاء اللي هتلاقوا الملحدين الغير متخصصين حتى الآن بيستشهدوا به، وتدخلوا غرفة من الغرف إياها اللي بدأت تزيد عددها دلوقتي على البالتوك، ويستخدموا الهومولوجي كتشابه ما بين جمجمة الإنسان والقرد ولا عظام يد الإنسان والكلب والحصان وغيره أو الثدييات، هتلاقوا الغير متخصصين بيستشهدوا به حتى اليوم رغم أن الجينات مختلفة وبقية الزوايا تثبت خطأه، بل هو ليس دليل على تطور ولو من بعيد، بل هو دليل قوي علمي ضد التطور ويثبت المصمم المشترك. بلاش يكون الكلام ده كلامي، أجيبه لكم من كلام العلماء. يقول جونز جي: نعرف الآن، ركزوا في كلام الراجل ده، وده راجل تطوري، أننا لا نتمسك بتشابه الأعضاء بدون أسئلة. أوبا، ده اتخلوا عن التشابه في الأعضاء، أصلا طلع ضدهم. المبدأ التطوري لتشابه الأعضاء الآن يظهر غير موضوعي بالمرة. ده تشابه الأعضاء طلع غير موضوعي بالمرة. ليه؟ لأنه طلع ضد التطور مش معاه. واو، طب ما بيتقالش الكلام ده ليه؟ ليه يتقال تشابه الأعضاء يشهد على التطور، ولما يثبت عكس ذلك وأن هو دليل ضد التطور وخطأه ما يتقالش؟ أدي نص كلامه، وأدي المرجع قدام حضراتكم للي عايز يتأكد. أدي مرجع تاني أيضا لريني يقول نفس الكلام، بل هو أصبح واحد من الأدلة القوية ضد التطور، وده بإقرارهم. يقول ميلتون، وده واحد من المشاهير اللي ليه وزنه عند العلماء الملحدين، يقول في نهاية الأمر الخلاصة: مع هذا تشابه الأعضاء الذي قدم أكبر دليل، لا قدم إيه طيب؟ أكبر حجر عثرة لنظرية داروين. واو، ده تشابه الأعضاء طلع يقدم أكبر حجر عثرة لنظرية تطور داروين. إيه رأيكم؟ ففي النهاية وأكثر أهمية أن تشابه الأعضاء قد سقط، ما ينفعش حد يستشهد به كدليل مرة تانية. الراجل عايز يقول لهم ما تجيبوش سيرته، ده طلع ضدنا مش معانا. عايز يقول لكل واحد من اللي لسه بيستشهد بتشابه الأعضاء كدليل على التطور: اسكتوا ما تفضحوناش، ده دليل ضدنا مش معانا. ادي اللي بيقوله، ادي نص كلامه اهو قدام حضراتكم، وتشابه الأعضاء قد سقط. لو عندك سبق في حصانين بس كويس وقرب خط النهاية، حصان منهم وقع ميت سقط، يبقى الحصان التاني فاز، صح ولا أنا غلطان؟ طب احنا في السبق ده عندنا حصانين، حصان التطوري وحصان المصمم المشترك. العلم أسقط الحصان التطوري، إذن العلم أثبت الحصان بتاع التصميم المشترك. وطالما التصميم يعني فيه مصمم، كومن ديزاينر يعني خالق. آدي نص كلامه زي ما قلت لكم، وآدي المرجع قدامكم. طالما التشابه سقط فالتطور سقط، اللي يعتمد فقط على التشابه الظاهري. ليه يصروا حتى الآن
ويصر على تعليم نظرية خاطئة سقطت بالأدلة العلمية، لسه بيعلموها للأولاد في المدارس يغسلوا بيها مخهم. إيه رأيكم؟ قال نفس الأمر سير جافن، وسير جافن ده راجل مهم، وده اللي كان رئيس المتحف التاريخي الطبيعي في لندن، في مقالة وشرح الموضوع ده بالتطويل. مقالة بص عنوانها إيه؟ عنوان المقالة كافي. الراجل ده رئيس المتحف التاريخي الطبيعي في لندن، المقالة بعنوانها Homology Unsolved Problem، تشابه الأعضاء مشكلة بلا حل. أهو اللي عايز يتأكد من الكلام ده، والكلام ده كمان اتنشر في جامعة أكسفورد. ده تشابه الأعضاء طلع مشكلة بلا حل، مش دليل على التطور، ده طلع دليل ضده ودليل مع الخلق. العلم الحقيقي دايما يثبت الخلق وليس التطور، الفرضيات هي بس اللي بتثبت التطور. قال نفس الأمر جون تير واجنر، ويقول نفس الموضوع. فيقول إيه بعد ما عرض العديد من المشاكل؟ يقول المحير كثير من المشاكل العميقة متعلقة بأي محاولة لتحديد الأسس البيولوجية لتشابه الأعضاء مرارا وتكرارا. الراجل ده في بروفيسور في Ecology and Evolutionary Biology في يالي يونيفرسيتي. الراجل ده بيقول إن كل ما نيجي ندرس تشابه الأعضاء تطلع لنا مشاكل عميقة، لما نحاول نربط أي كائنين ببعض ونقول إن هم أهم متشابهين يموجود من جد مشترك، نلاقي مشاكل عميقة تعيق تماما أي محاولة تحديد الأسس البيولوجية لتشابه الأعضاء. والكلام ده مش مرة ولا اتنين، ده باستمرار. هذه نص كلامه، هذه المرجع اللي عايز يتأكد من اللي أنا قلته. قال نفس الموضوع دينتون على نفس في كلامه على Evolution Theory in Crisis. كل ده يؤكد أن التشابه الظاهري، ولكن مع وجود اختلاف في الجينات، ومع وجود اختلافها بتطلع من فين في أنسجة الجنين، ومع وجود اختلاف اسلوب نموها وتركيبها اثناء نمو الجنين، ده دليل ضد التطور ويثبت خطأ، وهو دليل علمي قوي مع المصمم المشترك اي الخلق علميا للي بيبحث عن وجود الله علميا. كل ده يؤكد وجود الله علميا للي بيبحث عنه، للي بيدعوا اثبتوا لنا وجود ربنا. طب كل ده ايه؟ أقدم الموضوع كمان من زاوية أخرى بالإضافة اللي قلته الأسبوع اللي فات واللي قلته لغاية دلوقتي. لو بغض النظر على الاختلافات الجينية، عديها، مختلفين جينات تماما وأكيد ما جوش من جد مشترك بس نعديها، وأيضا الاختلاف في بقية الأعضاء اللي تؤكد أن هم ليس بالتطور ولكن بالتصميم، لو فكرنا بطريقة حيادية في التشابه بنفس المقياس نلاقي كارثة. إيه هي الكارثة دي؟ إن إحنا بنلاقي تشابهات أقوى من التشابهات اللي بيقدموها، ولكن في كائنات ما لهمش علاقة ببعض ولا يجمعهم جد مشترك. يعني إيه؟ يعني في تشابهات أقوى من التشابهات بتاعت الخمس عظام بتاعت اليد، بس موجودة في كائنات ما لهمش علاقة ببعض، ما يقدروش حتى يجمعوهم من جد مشترك. فهمني؟ طب يعملوا فيها ايه دي؟ طب دي تشهد على التطور ازاي؟ فنلاقي تشابهات على سبيل المثال عين الانسان وهو من الثدييات الفقاريات تشبه عين مين؟ ها 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 تشبه يا ترى مين؟ تشبه عين الاخطبوط. طيب بس الجد الإنسان وجد الاخطبوط ما يجمعهمش جد مشترك، مش واحد. طب نعمل فيها ايه دي؟ ادي عين الإنسان وادي عين الاخطبوط متشابهة في اغلب الاشياء. ايه رأي حضراتكم؟ ادي الاخطبوط، ادي التركيب بتاع عينه، والإنسان وادي التركيب بتاعه، ولكن الاثنين ما يجمعهمش جد مشترك ولا عامل مشترك. العامل الوحيد اللي يجمعهم هو يكون ان مصمم العينين هو مصمم مشترك.
فالمفترض ان الاخطبوط هو تطور من عديد خلايا لا فقاريات من زمان قوي، واتطورت ليه العين بالطريقة دي حسب كلامهم. ولكن الكائنات اللي هو المفروض تطور منها ما فيهوش العين دي، وهو اتطور الى فقاريات بعضها ما فيهاش عين اساسا، الى اسماك تركيب عينها يختلف تماما، الى برمائيات تركيب عينها ايضا مختلف تماما، الى زواحف، الى ثدييات، الى الانسان اللي عينه زي العين الاخطبوط. طب لو مشينا ان التشابه دليل على التطور من جد مشترك، طب نعمل ايه في القصه دي؟ فهو تشابه رغم ان هم مش من مصدر مشترك، الا لو كان الانسان اصله مش قرد، ولا ليس تطور هو القرد من جد مشترك، بل يطلع الانسان اصله اخطبوط. الف مبروك يا جماعه. عشان كده في ناس يقولك بيزفلط من ايديك عشان اصله طلع جده اخطبوط. لو طبقنا نفس مبدا الهومولوجي اللي بيحاولوا يدعوه كدليل على التطور، ايه رايكم؟ ده دفع التطوريين مهم ان ما يسكتوش، دايما يخترعوا لكم اختراع جديد ويسموه اسم علمي كده مكلكع عشان يخدعوا البعض. طلعوا حاجه جديده في محاوله يائسه فاشله للرد بانه قالوا تم هذا التطور باستقلاليه. طب حصل كم مره يا كابتن؟ 6 مرات باستقلاليه. يا صلاه الطبيعه، ادي عظمه على عظمه على الست الطبيعه اللي بتعمل التطور لنفس الشيء 6 مرات بطريقه متطابقه ولكن باستقلاليه. ادي المراجع اللي بتتكلم على هذه البدعه. شرح الكلام ده مايكل لاند. حوزه مايكل لاند ده من مؤيدي التطور ورافض للخلق. وعشان عارف ان عين الاخطبوط والانسان متطابقه وهذا ضد فرضيه التطور، قال الاتي. قعد يشرح 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 في خرافه بتاعه ان هم تطوروا باستقلاليه. طب ليه يا عم تعبت نفسك في الكلام اللي ملوش اي دليل علمي ده؟ عارفين قال ايه في الاخر؟ بص الجمله الخطيره اللي قالها. قال الف الموضوع ده. عارفين ليه؟ ده نص كلامه. اسمعوا للي قاله. قال احاول ان لا اصل الى استنتاج ان هذه الاعين قد وضعت هكذا بواسطة الله لكي يحير العلماء. أوبا. يعني ألف التأليفات دي كلها الغير علمية ولا يوجد دليل عليها، بل يوجد أدلة ضخمة ضدها، فقط عشان ما يلاقيش نفسه غصب عنه لازم يعترف علميا أن الأعين معمولة بالطريقة دي بواسطة إله خالق وعملها كده عشان تشهد على وجوده. شايفين؟ آدي نص كلامه قدامكم. Trying not to come to a conclusion that these eyes had been put there by God to confuse scientists. آدي نص كلامه، آدي المرجع قدامكم، وده اتنشر في مجلة New Scientist في 4 أكتوبر. إيه رأيكم؟ التطور ليس علم، التطور عقيدة، وسيستميت في الدفاع عنها حتى بكل الأكاذيب والتلفيق والفرضيات الأغرب من الخيال العلمي. إيه رأيكم في الكلام ده؟ شايفين؟ هو عشان خد قراره فعلا يرفض وجود إله خالق ويرفض الخلق والتقييم، بيعمل البدع عشان ما يجبرش إن هو يعترف إن ده دليل على الخلق. ليه ما يا ترى ما يصلش الاستنتاج إن ربنا هو اللي خلقها ووضعها هكذا في كائنين مستقلين؟ رغم ان ده دليل علمي واضح قدام عينه. ليه ما يعترفش ان ربنا هو اللي عملها كده عشان يخبر العلماء ان هو الخالق وهو المصمم المشترك وكل الكائنات تشهد على وجوده فهو المصمم الوحيد؟ ان كان الدليل العلمي واضح هو دليل على الخلق، ليه يصروا على عدم استنتاج الدليل العلمي الواضح؟ ليه؟ هل يرفض ان يقر بهذا لان التطور عقيده مش هيتخلوا عنها رغم ان الملاحظات العلميه ضدها؟ هل يصروا على رفض الادله العلميه لانها على الخلق فقط لانها ضد عقيدتهم التطوريه؟ مع ملاحظه ان الجينات اللي مسؤوله عن العين في الانسان هي غير الجينات المسؤوله عن العين في الاخطبوط،
ورغم هذا عين الاخطبوط تشبه عين الإنسان تماماً زي ما قلت لكم فيه، ما عدا اختلافات بسيطة جداً. إيه رأيكم؟ ويتشابهوا أكتر بكثير من بقية الكائنات المفروضة بينهم، ما بين لا فقاريات وفقاريات وأسماك وبرمائيات وغيره. إيه رأيكم؟ الكلام ده ليس مثال ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، ده مئات من الأمثلة إن لم تكن الآلاف على وجود تشابهات في كائنات بإقرارهم وحسب شجرة التطور المزعومة إياها. هذه الكائنات ليس لها علاقة تطورية ببعض. قدمها موريس كونوي لما أدي المرجع بتاعه واتكلم على هذا الأمر ووضح أن ده يشهد على التصميم. أيضا الفاش والحوت اللي ليهم نفس التركيب للجهاز السمعي، على فكرة دي استشهد بيها ريتشارد دوكنز لكن ما ذكرش الكارثة اللي فيها. جميل أستاذ أوريو، ياريت حضرتك ترفع إيدك. ترفعت إيدك، حلو قوي، هسمع إزاي أنا غلطان في كل اللي أنا بقوله ده. حلو جدا، هنتظرك. أيضا الخفاش والحوت ليهم نفس التركيب الجهاز السمعي الدقيق جدا، جهاز السونار الرائع المعقد الغاية في التعقيد اللي صعب علينا نقلده بهذه الروعة، بما فيها من عظام يستطيع يسمع الموجات الفوق صوتية. رغم أن كل المراحل اللي يدعوا أن هو جدود الحوت أو ما يدعوا أن هو جدود الخفاش مفهومش هذا النظام. آدي كلام موريس كونوي بيشرح هذا الأمر. كويس. فالخفاش حسب ادعائهم تطور من حيوان ثدي يشبه القوارض الصغيرة، ابتدت تطلع لها أجنحة وتطير، لكن هذه القوارض لا تمتلك هذا النظام السونار المعقد. كويس. والحوت حيوان ثدي عاد للمياه، أيضا لا يمتلك هذا النظام المعقد من نظام السونار. إزاي نلاقي نفس نظام السونار في كائنين مستقلين؟ هل يا ترى الخفاش أصله حوت ولا الحوت أصله خفاش؟ الخفاش في يوم من الأيام حب ياخد له غطس في مية فنزل وتطور بقي حوت، أو الحوت في يوم من الأيام حب يفرفر بزعانفه ففرفر كتير طولت بقي خفاش. إيه رأيكم؟ مش ده، أوعى حد يقول كلامي مش علمي، ده نفس القاعدة اللي بتتطبق في التشابه ما بين الإنسان وبقية الثدييات والإنسان والقرد. لكن طبعا عندنا هتقولوا كلام تخريف، لكن لما يقولوه العلماء even كلامهم doesn't make sense، بس عشان علماء يبقى كلام حلو وصح وجميل. واو رائع. ادي المرجع قدامكم، نظام السونار فيهم متطابق. اقول لكم على سعة اكبر، مش بس الأجهزة هذه الغاية في التعقيد مش موجودة في الجدود المزعومين ليهم حسب فرضية التغير من الأصل الواحد أو التطور من جد واحد. يعني لو كانوا كائنين متشابهين في الصفة وآتوا من جد واحد فيه الصفة دي، ده كان يسمى التحول أو تطور الأنواع إلى كائنين من جد واحد. لكن لما نلاقيهم في كائنين ليس لهم علاقة ببعض بيهم نظام المعقد جدا ده اللي ما ينفعش يطلع بالاحتمالات ولا بالصدف، والاثنين ما ينفعش يعيشوا بدونه. تخيلوا الخفاش بدون نظام السمع ده ما يعرفش لا يعيش ولا يتغذى ولا يطير ولا يعمل اي نيله. ازاي يكونوا متشابهين فيه وجدودهم مفهومش؟ ده يهدم نظريه التطور تماما ويثبت المصمم المشترك علميا. ليه؟ لانه وضعهم في جنسين مستقلين للاثنين يحتاجوه، لان هو صمم الجنسين. فما يفترض ان هو جد الحوت وما يفترض ان هو جد الخفاش، الاثنين ملهمش علاقه ببعض والاثنين لا يحتوي على نظام السونار. بل حتى بنسبه الاحتمالات لتصل ان ده يحصل بمعجزه، رغم ان احنا عرفنا ان الـ 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 الاخطاء لا تنتج جين معبر جديد، ده مستحيل بعلم الاحصاء، ومش عايز جين واحد، انا عايز منظومه جينيه ضخمه عشان تكونهم بمستهى الدقه بهذه الطريقه، وعشان تحصل بنسبة كل واحدة فيهم تتعدى نسبة الاستحالة، مش تحصل كمان هذه المعجزة مرة، تحصل مرتين في كائنين مختلفين تماما، ده أصبحنا ما بنتكلمش على علم،
أصبحنا بنتكلم بقى على هلوسات، بنتكلم على عقيدة، بنتكلم على إيمان. الكلام ده زي ما قلت لكم بنسبة الإحصاء اللي درسناها قبل كده تتعدى نسبة الاستحالة بكثير، يعني أكتر من نسبة 10 مرفوعة إلى قوة أكثر من 50. ما تشغلوش نفسكم باللي بيتكتب على التكست، دي كلها محاولات عشان أنا أتشتت عن الموضوع والفكرة ما تبقاش باينة وتتلخبط، فما تتعبوش نفسكم. أنا مش ببص على التكست خالص لغاية ما أخلص الموضوع وأشوف بقى الناس هتقول إيه على المايك، كويس؟ أما بالنسبة لنا إحنا المؤمنين بالخلق، ده دليل واضح قوي علمي على وجود الخالق، على المصمم. فالتشابه أتى من أن الخالق ليهم اللي مصممهم بهذه الطريقة، اللي عارف احتياجهم من حاجات في أنظمة للحياة بتاعتهم، فرغم اختلافهم إداهم نظام السونار المتشابه، وده اللي نسميه دليل علمي على الكومن ديزاينر. فمرة تانية، الكومن ديزاينر هو ربنا اللي يطلبك يقول لك اثبت لي وجود ربنا، كل دي أدلة علمية على وجود ربنا في المعامل. الأصعب من ذلك، يعني لما درسنا تشابه تركيب العظام الخماسية في الكائنات الثديية زي الخفاش والحوت والإنسان والحصان والقطة والكلب والكلام ده، لأنهم مختلفين في الجينات، صح؟ مش لأنهم مختلفين في الجينات؟ طيب نظام السونار اللي موجود في الحوت ونظام السونار الموجود في الخفاش اللي ملهمش علاقة ببعض متشابهين في الجينات. أوبا، ده أقوى بقى من كل التشابهات اللي كانوا بيقولوا عليها سابقا. واخدين بالكم؟ الجينات المسؤولة عن السمع في الحوت والجينات المسؤولة عن السمع في الخفاش متشابهين، وده أفضل من قصة تشابه ذراع الإنسان مع عظام جناح الخفاش ورجل القطة والكلام ده كله. هل برضو الخفاش تطور إلى حوت أم الحوت تطور إلى خفاش؟ أم الاتنين متشابهين لأن خالقهم واحد صنع ليهم نظام سمعي متشابه عشان عارف ظروفهم رغم أنهم كائنين مختلفين؟ أيهم تفسير علمي أفضل؟ بل الخفاش ما يقدرش يعيش لو لم يكن له هذا الجهاز السمعي مكتمل من البداية، لأنه لو هذا الكائن كان جه بالتطور، تخيل الخفاش كان الجهاز السمعي عنده لسه ما اكتملش وهو بيتطور، ده مش كان هلك من البداية؟ صح؟ ما تشتتوش نفسكم مع الناس اللي على التكست، علشان هو ده الغرض، ان هم يشتتوكم عن السماع، ده المطلوب. واللي يطوعهم ويتكلم على التكست هو بينفذ لهم الغرض بتاعهم. فلو الكائنات أتت بالتطور، الخفاش ده لو كان لسه ما تطورش ليه النظام السمعي المعقد جدا ده، الخفاش لكن يقدر يطير؟ لأنه هيخبط وحيموت ولا يقدر يأكل، يعني ما يقدرش يعيش، والكائن الميت ما بيتطورش. متخيلين أن الخفاش لسه الجهاز السمعي بيتطور ليه إزاي؟ إزاي الخفاش يقدر يعيش بدونه؟ ده ما يقدرش يعيش ولو يومين ثلاثة ولا أسبوع بدونه، فإزاي كان بيتطور له بالتدريج؟ واضحة النقطة دي؟ فهمتوني حضراتكم؟ نفس الأمر على الحوت، ده المثال لوحده كافي لإثبات الخلق بوضوح وتنفي ادعاء التطور أنه خطأ تماما. وطالما ده إثبات على التصميم، يعني إثبات على الخلق معمليا، يعني هذا دليل علمي على وجود الخالق للي بيطالب بوجود دليل على ربنا. نفس الموضوع، الأسماك الكهربية اللي ملهمش جد مشترك، جدهم المزعوم مفهوش فيه هذه الصفة، عارفين ان ده دفع التطوريين في محاولة يائسة للرد، قالوا نظام الكهربي اللي موجود في هذه الأسماك الكهربية المستقلة اللي الجدهم المشترك مفهوش هذه الصفة، إذن هذا النظام تطور 6 مرات باستقلالية. يا صلاة الطبيعة، والله عظمة على عظمة على عظمة. الطبيعة طورت نظام معقد احتمالية حدوثه بالصدفة يتعدى حد الاستحالة 6 مرات. هم
يعني التشابه اللي علميا يتعدى نسبة الاستحالة ادعى ان هو اتكرر 6 مرات. مش ده يشهد ان التطور عقيدة وليس علم؟ ومهما تقدم لهم في أدلة علمية، لو هما كانوا خدوا قرارهم خلاص هيفضلوا يرفضوها، هيفضلوا يتمسكوا بالكلام الخرافة ده. أيضا ذيل التونة والديل بتاع سمكة القرش يتصل بعضلة مميزة جدا مع رابط مش موجودة في بقية الأسماك، ومش موجودة فيما يفترض إن هو الجدود بتاعتهم الأسماك القديمة. الكلام ده اتنشر في مجلة نيتشر في عدد 429. طيب ازاي كابتن الكلام ده حصل؟ ما نعرفش. هل الصدف تتعدى نسبة الاستحالة اللي حصلت في الاتنين؟ في عضلة مميزة في الإنسان، وهي عضلة قبل الرسغ. العضلة دي اللي هي البروناتور، عارفين تشبه مين؟ تشبه مين؟ تشبه القرد؟ لا. تشبه الحصان؟ لا. تشبه مين؟ تشبه مين؟ تشبه السلمندر الياباني الحلو الأمور ده. العضلة دي في الإنسان تشبه السلمندر. هل يا ترى الإنسان والسلمندر جد مشترك، أو الإنسان جده سلمندر؟ الجدود المزعومين للإنسان مش موجود فيها هذه العضلة. أضرب لكم مثال ضخم واضح في هذا الأمر. عارفين الحيوانات المشيمية؟ المشيمية كنوع مميز، الثدييات اللي هي منها من المشيميات كفرع من الثدييات، كويس؟ يعني اللي هو الرحم بتاع الحيوانات الثديية. ليه يا ترى الحيوانات المشيميات تتشابه جدا ظاهريا مع كائنات مش ثدية أصلا بل جرابية؟ ليه؟ يقول دومينيك حسب نظرية التطور المشيميات والجرابيات، جرابيات اللي هي زي الكنغر اللي هو الجنين بيبقى في الجراب القداماني مش في المشيمة الداخلية. حسب نظرية التطور المشيميات والجرابيات تطوروا من جد مشترك زمان، ولكن كانوا ساعتها يشبهوا الذبابات اللي هو الشروز. ويقول أقدم مشيميات وجرابات وجرابيات متطورين لكائنات مختلفة، يعني دول فرع قديم قوي. ما تنفعش تلاقي ثدييات تشبه الأسماك، صح؟ ما ينفعش تلاقي كائنات زي الإنسان أو الثدييات تشبه الطيور، لأن دول فرعين استقلوا من زمان، فرعين اتفرعوا من زمان قوي، وكل واحد مشي في سكته في حال سبيله. واضح؟ فالمشيميات والجرابيات اللي طلعوا من زمان قوي وانقسموا من زمان قوي 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 في بداية الثدييات مستقلين. حلو. يكمل كلامه ويقول ولكن ما هو صعب لعلماء التطور ليفسروه مع هذا؟ لماذا في حالات كثيرة المشيميات تطورت تقريبا مطابقة للجرابيات؟ أوبا، يعني دول ما أتوش بالتطور، دول أتوا بالتصميم. يعني في مصمم عمل كائنين متشابهين، ولكن عمل ده جرابي وعمل ده مشيمي. واضح؟ أضرب لكم أمثلة من اللي اتقدمت على هذا الأمر، صور للتطابق رغم أن كل منهم مش من نفس الجد، من جدود مختلفة تماما وانفصلوا من زمان قوي قوي، فروع مستقلة تماما في الشجرة المزعومة إياها. واحد مشيمي والتاني جرابي، بيهم بعض التشابهات في الجمجمة وفي العظام أكتر من الإنسان والقرد اللي علشان بيستخدموا التشابه فيهم فيدعوا أن هو من جد مشترك، ولا المراحل التطورية المزعومة بتاعت الإنسان. لما نتكلم على الإنسان افتكروا الصور دي اللي هعرضها دلوقتي لما نتكلم على ادعاء تطور الإنسان فيما بعد. على سبيل المثال الذئب الأحمر يطابق تقريبا الهيكل العظمي بتاعه
مع ما يسمى بالترانسمينيان وولف، الذئب الترانسمينيا. بس ده جرابي ده مشيبي، وتصميمهم متطابق، وما ينفعوش يقولوا من جد مشترك. ليه؟ لا مش من جد مشترك، دول انفصلوا من زمان قوي عن بعض. على سبيل المثال الجراوند هوج والومبات متشابهين، ولكن ده مشيمي وده جرابي. على سبيل المثال الجابانيز مول والساوزرن مول شبه متطابقين في شكلهم وفي تركيبهم، وده مشيمي وده جرابي، يعني فرعين مختلفين تماما في الشجرة. تشابه الكائنات دي أكتر من تشابه الإنسان والقرد. على سبيل المثال السكورل أو السنجاب الطائر والفلانجر الطائر، بص شكلهم متشابهين في الشكل والتركيب وليس لهم جد مشترك. على سبيل المثال الفأر المنزلي والفأر الأحمر الجرابي متطابقين، بص الشكل قدام حضراتكم، متطابقين في الشكل وأسلوب المعيشة وكل شيء، ولكن ده مشيمي وده جرابي. السلوز بير والكوالا وغيرها كتير. ده يوضح خطأ التطور تماما، لأن الجد المشيمي اللي انفصل من زمان قوي من الثدييات مش هيتطور في شكل مطابق مع الجد الجرابي اللي انفصل زمان قوي بطريقة مختلفة تماما في منطقة مختلفة تماما. ما ينفعش أقول إن جراوند هوج تطور لمبات ولا العكس، لأن واحد منهم مشيمي والتاني جرابي، فإزاي بلاقيهم متطابقين في الشكل؟ إزاي؟ ده دليل علمي واضح على الكومن ديزاينر، المصمم المشترك اللي يصمم كائنين متشابهين جدا ولكن واحد منهم يكون مشيمي والآخر جرابي لاختلاف ظروف الطبيعة اللي يعيشوا فيها. بل ما هو أكثر من هذا، في النباتات اللي تتغذى بالبناء الضوئي منها نوع اللي هو يسمى C4 photosynthesis. C4 photosynthesis ده، ودي عملية معقدة في البناء الضوئي درسنا ما يشبهها في المدارس، لكن وجدت في أنواع مختلفة كثيرة جدا من النباتات، لأن ده مميزة مش زي كل عمليات البناء الضوئي، ولكن النباتات دي لا يربطهم جد مشترك حسب فرضية التطور المزعومة. تعرفوا ده خلاهم يقولوا ايه؟ ده دفع التطوريين في محاولة يائسة ان يردوا ويقولوا ده تطور، العملية المعقدة دي تمت 13 مرة مستقلة في اجناس مختلفة من النباتات. واو، عظمة على عظمة يا طبيعة، 13 مرة مستقلة ويطلعوا متطابقين، وهي المرة الواحدة أو المرتين يتعدوا حد الاستحالة، ورغم ذلك حصلت 13 مرة. ونؤمن بالعلوم التطورية ولازم نؤمن بيها حتى لو العلم ما يثبتهاش، بس معلش آدي مرجع وآدي التاني يتكلم على هذا الأمر. تخيلوا عملية غاية في التعقيد، لو خطأ واحد فيها يعني النبات مش بيعرف يتغذى، يعني يموت ميت، والميت لا يتطور، ويدعوا ان هم حصلوا بتطور بالتشابه باستقلالية يتعدى نسبة الاستحالة مرة او اتنين، لكن قالوا 13 مرة. كل ده عشان دافعوا عن عقيدتهم المزعومة اللي مش هيتخلوا عنها. لذلك اقول ان التطور يستلزم ايمان اعمى او جهل. تسمع قشور علمية ما تتعمقش وتؤمن بالكلام ده وتفضل تسقف ليل نهار العلماء العلماء العلماء، لكن ما تبحثش بنفسك وتدور وتفكر بنفسك. التطور يستلزم إيمان أعمى بعقيدة التطور لتصدقها، لأن العلم والملاحظات العلمية لا يثبتها. بل التشابه في الأعضاء اللي يسمى هومولوجي، لما يلاقوه في كائنين يفترض أن هما من جد مشترك ويطلعوه كدليل، بكل سهولة ممكن يتراجعوا عنه. لو حدث واكتشفت حفرية
في طبقة ما تناسبش ما تدعوه، فيغيروا كل اللي قالوه بسرعة ويتحول من هومولوجي كانوا يقدر يقول لهم لأ، كانوا يقولوا يا جاهل يلي 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 يلي، ويحولوا من هومولوجي لأنولوجي عادي جدا، زي بالضبط ما مراحل تطور الإنسان. عارفين الأسترالوبيسيكس طلع دلوقتي مش من جدود الإنسان لسه من شهر ونص فكرة جديدة وفرضية جديدة، قالوا لا مش من أواسط أفريقيا، لا دي المراحل بتاعة جنوب أفريقيا وليست أواسط أفريقيا. جد الإنسان اتغير يا أولادي الشهر اللي فات على فكرة أنا عارف إن في ناس كتير ما سمعتش عن الموضوع ده، الشهر اللي فات بس جد الإنسان اتغير. فبناء على التشابه في الأعضاء زي جمجمة والأسنان وغيرها، زي اللي بيعملوه ما بين الإنسان والشمبانزي، أجناس حيتان كتيرة ادعوا أمنوا بشدة أنهم أتوا بالتطور من جد مشترك اللي هو ما يسمى بالميزو نيكتشيلز، كائن منقرض اللي هو شكله تخيلي ده، وصراحة أشرح الموضوع ده أكتر تفصيل لما أوصل لرد على إدعاء تطور الحوت من حيوانات ثديية أرضية. هل الحوت أتى بالتطور من الثدييات الأرضية ولا أتى بالخلق والتصميم؟ لكن بعد ما تحليلات الدي إن إيه رجعوا في كلامهم وقالوا يبقى الحيتان تطورت من الحيوانات مشكوكة الظلف. أوبا. فخلي بالكم اللي يعتقد بيه التطوريين ويؤمنوا بيه ويتكلموا عنه وممنوع ان انت تقول حاجة ضده، ولو فتحت بقك وقلت كلام ده انا مش مقتنع بيه تبقى جاهل ومتخلف، اصلك تؤمن بالأديان. هم نفسهم هيغيروا الكلام ده خلال فترة زمنية لما يلاقوا حاجة تانية ما تنفعش ضد الكلام ده فيحاولوا يغيروا الحاجة تانية. كل ده يوضح خطأ الهومولوجي الكليل على التطور، بل في الحقيقة الهومولوجي هو دليل على خطأ التطور، ويشهد كدليل علمي دليل صحيح علميا أن المصمم المشترك أي الخالق الذكي هو اللي صمم هذه الكائنات، وهذا اللي يتشهد له الأدلة العلمية. أكتفي بقدر ده، ولسه لينا جزء ثالث في الموضوع ده الأسبوع الجاي أو أكتر من جزء حسب ما نشوف وربنا يتشهد.